أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. يا ناس خدعني خدعني مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. سموني وحش الفلا واسمي سيف ذو يزن، رموني أهلي للخلا وحماني الخالق الرحمن. الأزلية مسلسل في حلقات يكتبه ويخرجه محمد حسن الجندي. يا زن يا همام ألف تحية وسلام، يا دا يا زن يا همام. نتبعوا سرد هات السيرة المشوقة وما فيها باس نذكركم في اللي فات. خلينا 5000 فارس غادية لمدينة أفراح، وعلى رأس هاد الفرسان مناطح البغال اللي كيتعد بالمئات من الرجال. وخلينا سعدون كيخطط للمعسكر للوالي إفراح، وما نساوش قمرية حتى هي اللي خبرها سقرديون باللي غادية تحكم حتى على مدينة الدور. أما البطل ديالنا سيف ذو يزن عاقلين، فين خليناه؟ خليناه عند الحكيمة عاقلة بعد ما كان ناوي ينتقم منها، وحكات له باللي كل ما عملات كان من أجله ومصلحته ومصلحة بنتها اللي باقية ناوية تزوج منه. لكن الحكيمة عاقلة في الحقيقة يا سيادي، كل ما كيهمها هو مصلحة بنتها. خليناها عقلها حاير، كيفاش ذو يزن دخل مدينة قيمر بلا ما تصيح الأرصاد؟ قفات كتبها وأقلامها وأحجارها وخطات وبرقمات وعزمات وقسمات، وفي الأخير فهمات باللي ذو يزن معاه بقية الإخفاء. وبعد ما حطوا لذو يزن الطعام ودار بينهم ما دار من كلام، فرحات طامة لكونها بجانب صاحب الحسام. يوكلوا وشربوا وعلى عواطفهم عربوا. وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا، اتبعوا مغامرة بطلنا سيف بن سيف ذو يزن. سمعي يا طامع، ذو يزن معاه طاقية الإخفاء، وهاد الطاقية ديال ولاد إفلاطون الحكيم العظيم، ولهذا هو الآن صعيب يخدعنا. لكن أنا غادي أنتبع معاه الحيلة حتى يتزوج كبنيتي. لكن اليوم هو آخر شهر، وهو اليوم اللي كيتفتح فيه المعبد. ذو يزن ناوي اليوم ياخذ الكتاب المقدس. إيه يا شمعة، وانا غادي انساعدو حتى ياخذ الكتاب. اله هو تزوج بيك بعد ما ياخذ الكتاب راه نجاوشلك، واله هو ارفض يا ويلو شرو. وخرج من الغرفه ديالو. يا ولدي ارتاحيتي من التعب. كتر خيركم يا سيدتي. ايوا شنو ناوي تعمل؟ نمشي معك للمعبد ناخذ الكتاب. انا غادي نسوق لك البغله ديالك بحال واحد من الخدام ديالك، وغادي تعطيني العبانه اللي عطيتيني في المره الفايته. ولاش العبانه وانت عندك ما هو اصح منها يا ولدي؟ كيفاش؟ ايوا يا ولدي ما تحاولش تخفي عليا طاقيات الاخفاء، راني عارفاها. هادي شيطان جباره. شنو قلتي يا ولدي؟ قلت فعلا معايا طاقية ديال الإخفاء يا سيدتي، ديال ولاد إفلاطون الحاكم. تماما يا سيدتي. إيوا باش تعرف مع من انت يا ولدي. شيطان. عرفتي اش غادي تعمل؟ أنا غادي نمشي عند قمرون باش نرافقه المعبد، وانت لبس الطاقية ديالك
وتبعني ودخلت تفرج على دار قمرون، ومن بعد تبعني على المعبد ودخل قبل ما تسد الأبواب، ومن لي سجدوا كيف العادة تقدموا وخذ الكتاب، وعندك تزول الطاقية من على راسك، راهي لا نكاشف أمرك هاد المرة لا أنت لا أنا، حيت أنا اللي في المرة الفايتة فتيت الري على قمرون حتى عملك في الهلاك يا ولدي. ما تخافيش يا سيدتي عاقلة، غادي نكون عند حسن ظنك. وانت يا طامع، إلى جاب الصياد غزال أو غيره هي أن الطعام، وحضري لهم عندو يدان ما يناسب المقام. حاضر يما. وانا يا سيدتي غادي ناخذ السيف ديالي والعده ديالي. واخا يا ولدي، وعملي في الاكل داك المنوي اللي عطيتك باش غير ياكلو ينعس. حاضر. ايوا يا الله هو الاول. انا جاي بسرعه يا سيدتي. الله يا ولدي. يا قوم، الشرع الحادث المؤسف اللي كان غادي يسرق فيه كتابنا المقدس، لكن العناية ديال هاد الكتاب العظيم حضرات ووقفات، واكتشفنا اللص الغريب بفضل حكيمة عاقلة، وحنا اليوم وسط المعبد، وقبل ما نفتح القبة ونسجد الكتاب، حيوا الحكيمة عاقلة. حياك الكتاب المقدس يا حكيمة، حياك الكتاب المقدس يا حكيمة. والآن هذا الكتاب أمامكم، سجدوا له واستبركوا من بركاته. كلهم سجدوا، لكن حتى واحد ما شعر بيا أنني هنا بفضل هالتقية الإخفاء اللي عندي. غادي نخليهم حتى يرفعوا رؤوسهم ونأخذ الكتاب أمامهم باش نحير عقولهم. ناخذ الكتاب امامهم. صافي، ها هو الكتاب، ناخذه. يا مصيبتنا، الكتاب مرفوع وحده. يا قوم، الكتاب طاير وحده. يا قوم، الكتاب غاضب علينا وطاير. اخبرنا يا كتاب إذا اخطأنا بحقك. الكتاب خارج قصد الباب. قبلوا الأبواب. لا لا، خليوا الأبواب مفتوحة. ويا ويل اللي عاكس الكتاب، خليوا الابواب مفتوحه، يمكن هذا الجرم ارتكبناه والكتاب غضب علينا. اكثروا الاستغفار، دابا يرجع الكتاب. خليكم ساجدين. خليكم ساجدين، خليكم ساجدين يا جهان نعمه الله وعظمه الله. الكتاب خرج على الابواب واختفى يا سيدي القمران. حويلكم، هذه لازم زلع منها في حق الكتاب. يلا يا قوم، عريوا رؤوسكم ومزقوا ثيابكم وكثروا الخشوع والبكاء، عسى الكتاب يشفق من حالنا ويرجع لينا. Thank you.
صافي يا طه، خديت الكتاب وعناية الله وقفت معايا. هني عليك يا مولاي، لكن ياك ما شعروا بيك. أبدا، كلهم ظنوا لما شافوا الكتاب مرفوع ظنوا أنه غضب عليهم، ظنوا مرفوع راسه. شحال أنا فرحانة اللي حققتي الرغبة ديالك يا سيدي دويزان. شكرا يا طامة، وأنا عمرني ما ننسى لكم هذا الجميع، أنت وسيدتي عاقل أمك. أش من جميل يا مولاي، أنت مازال ما عارف شنو أنت بالنسبة لي. أنت بالنسبة لي أهم من الكتاب اللي هو معبودي، وأهم من قومي اللي عشت وترعرعت وسطهم. أنت الروح اللي كتطلع وتهبط، أنت الدم اللي ساري في عروقي، أنت النبض اللي كيحرق قلبي. أنت يا دويزان، أنت يا دويزان كل ما في قلبي وفكري وبالي. وجودك قربي منتهى السعادة، وبعدك منتهى الشقاء. بالله عليك خدني كيف خديتي إلهي ومعبودي بنيديك. ويلك يا طامة، فين إلهك ومعبودك؟ هذا مجرد كتاب مكتوب فيه تاريخ بأقلام بشر من صنع الإله الحق الفرد الصمد. ولو كان هذا الكتاب ينفع أو يضر، لكان نفعكم وضرني أنا. ها هو الآن بنديه، هو هذا كتابكم، هو هذا معبودكم. مجموعة صفحات حملة مجموعة سطور، نفعه الوحيد يقرأه الإنسان. أما العبادة والسجود لله وحده هو اللي يستحقهم. أنا من أجلك نعبد النجوم، نعبد الحجر إلى يرضيك، نعبد إلهك. هذا اللي قلتي. كيفاش من أجلي؟ من أجل نفسك، من أجل الحقيقة. عبادة الله الواحد الأحد تقربك للنور وتبعدك من الظلام، الظلام اللي عايشين في هذا القوم اللي انت منهم وسطهم. هذه أمك الحكيمة عاقلة. افتحي الباب يا طامة. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. أهلا بك يا سيدتي عاقلة. عملتيها يا ولدي، عملتيها وانا وحلت فيها، خليتهم كلهم ندبوا حناكهم ومزقوا ثيابهم ودموعهم جارية وديان، وحتى قمرون بنفسهم سكين بكا وتمرغ في التراب. وحتى انا على وعدي وسعدي، واخا عارفة الحقيقة، مزقت ثيابي وهبطت دموعي. ومن بعد يما؟ ومن بعد قمرون قال لي لازم نبحث ونكشف لهم السر في رفع الكتاب. يا سيدتي عاقلة، الأمر سهل، مادام هما معتقدين أن الكتاب غاضب عليهم وهو اللي طار، قولي لهم فعلا الكتاب غاضب وطار، خليهم كيف هما عارفين. ألا يا ولدي كتظن أنا الحكيمة الوحيدة في هذه الأرض؟ لكن انت الكبيرة ديالهم وانت اللي كيصدقك قمرون. أبدا، أنا إلا ما فكرتش في حيلة اللي تلف الحكماء، غادي نكاشف أمرك وأمري ونتعرضوا بزوج الغضب وشر قمرون. وشنو المعمول يا سيدي؟ ايوا نوض نوض يا ولدي، كل وارتاح ويظهر ما يظهر. وانا صلع لكم ماكله غاديه تخليكم كتاكلوا بلا ما تشعروا. من كثرة اللذة عملتي المنوم. ولاش؟ ويلك بعد تعرفي راني مجده. ايوا يا الله يا ولادي دويزه يا الله. امدرا يا حكيم. سيدتي قمريه، جاء واحد من العبيد اللي بعتنا المعركة وكيخبرنا باللي عساكر سيدي أرعد في حالة مفلسة، والجبار سعدون قتل منه عدد كتير، وهذه ثلاث أيام هو مشد مع مناطح البغال، ولا واحد يقدر يسرع لأخور. وشقيقي سقرديس كيبلغك التحية والإكرام وطالب النجدة ديالك. هذا ما كنت أنا حاسة به وحسب له حساب. رجال ديالي موجودين وعلى أهبة السير الميدان المعركة. يلا يا حكيم
استعد. أنا غادي نبعث معك 5000 فارس أخرى وعلى رأسهم البطل جياد قاهر الأسياد، ولما تأسروا إفراح وسعدون خليهم حتى نشوفهم ونعطيكم أمري بقتلهم. أعداء من هذا النوع لازم يدوقوا من العذاب أشد الأنواع. حاضر يا مولاتي قمرية. وخلي معك زوج من المخبرين بجنبك، وفوق مجد جديد بسرعة خبرني. أوامرك مسموعة يا سيدة النساء. أين يا زحال؟ جادت علينا بالبطل سعدون، وإلا كنا ضحية لغدر الطغاة. مناطح البغال يا بويا، اليوم الرابع وسعدون معه، شنو وقع؟ مات مناطح البغال، قتلوا البطل سعدون من بعد 4 أيام من المعركة كأنه كيقاتل جبل. وبفضل سعدون الأعداء رجعوا اللور وبعدوا على أسوار المدينة ورجال يتابعنهم وكيتقدمهم سعدون البطل. أنا كنت حاسة يا بويا باللي زحال غادي ينصرك على أرعد رجاله مادام معك المخلصين مثل سعدون، ويا ريت كان معنا وحش الفلا. وحش الفلا الآن عديه مات يا شامة ورجع للواقع. كيف يمكن يغبر هذه المدة كلها ويظهر من بعد؟ لا تقولها يا بويا، أنا مازال ما فقدت الأمل في رجوع وحش الفلا. هذا موضوع ماشي وقته يا شامة، أنا الآن محضر حفلة إكرام الأبطال ديالي على الشيء اللي قاموا به من تضحية وشجاعة، وأمامهم غدا نصب صفة رسمية البطال سعدون قائد الجيش. يلا يا حراس، هيئوا الطعام والأقداح وظهروا السرور والأفراح. هذا الله مثل الطعام اللي فيه المنوم. يا الله، دخل الغرفة اللي نايم فيها وتحت راسه حاط الكتاب وتقية الإخفاء. حيدي له التقية الإخفاء. يلا. وليش يما؟ لهش مازالك تسولي لهش؟ تقية الإخفاء هي اللي مساعده الآن، وإحنا عاوننا حتى خذ الكتاب لهش باش يتزوجك، لكن أنا كنشوفه ما عينيه في شيء، وإلا خذينا الطاقية إحنا غادي نغلبو عليه. إلا هو قبل شرط معه ساعدناه يخرج، وإلا هو رفض غادي نفضحو الحاكم قمرون. وملي الطاقية معانا ما عندهم نعين نسلك من رجال قمرون. إيوا فهمتي ولا لا؟ وإلا قتلوه يما؟ يقتلوه. وشنو عندنا ما نعملو به إلا كان هو مخو ديما معلق بشامة بنت أفراح؟ هو الآن خدا الكتاب، خصو غير وقتاش يرجع شامته. آه يما، شحال أنا متمنية هاد شامة نشوفها ونخنقها. شنو هي؟ علاش مفضلها عليا؟ واش غادي يكون جمالها أقوى من جمالي؟ أو حبها لي أقوى من حبي؟ شوية راه وناس في البيت الآخر في هاد الشيء. سمعي يا طامة، هذا ما ينفع معه غير هاك ورا. إلا هو ما قبل شروطنا نقبلو شروطه، وإلا ما قبل ما نقبلو. وكتظني قبل يما بعد ما ناخذ له التقية؟ سيري خديها ويظهر ما يظهر. وإلا أسأل عليها؟ خليني أنا نجاوبه. شغلك؟ واخا يما. مسكينة بنتي طهمة، سعدك ديما مشروك من يوم تخلقتي في هذه الدنيا، لكن حق الكتاب المقدس يا هادو يا زان يا ولدي، يا إما تزوج بنتي يا إما نهلكك هلك اللي ما بعدو هلك. وغادي تعرف ديك الساعة شكون هي الحاكمة عاقلة يا ولدي. أهلا يما، كانت مع الكتاب تحت راسه، غير أنا سليتها وهو يتحرك
كنت يحسب لي فاق على الطاقية نغبرها ونمحي لها الآثار أراها اللي هنا. طامة سيدتي عاقلة. طامة. نعم يا سيدي دويتان. طاقية فين هي الطاقية؟ أش من طاقية يا مولاي؟ أش من طاقية؟ ويلكم طاقية اللي جيت بها وخديت بها الكتاب وحق الكتاب المقدس ما شفتها ولا ريتها. ويلك شنو هو الكتاب؟ الكتاب 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 اللي كتقسمي به ها هو عندي هنا في داركم وبين يديا. هو والتقية كنت نايم وعاملهم تحت راسي. صدقني يا سيدي ما ريتهاش. وفين هي امك؟ فين التقية يا بناتي؟ فين التقية؟ ما تخافش انا خديتها لك والسلام. خديتيها والسلام؟ وعلاش خديتيها والسلام؟ باش انت تاخذ الكتاب وحنا الطاقية يا ولدي. كيفاش؟ ايوه الكتاب خديتيه ووعدك لازم توفي بيه. وشنو هو هاد الوعد؟ باش تزوج طعمة. لكن انا عمرني ما وعدت هاد الوعد. شنو؟ انا قلت لك الى مكتب نرجع غادي نرجع. ايوه راه مكتب يا ولدي. كوني عاقلة يا سيدتي عاقلة. ما سمعوني الحاكمة عاقلة حتى كان من عقلي يا ولدي كيتفرقوا العقولة. ايوا دابا خلينا من الكلام كله. الكتاب راك خديتيه غير اما تزوج من طامة والا الطاقية هي عندي وغادي نخبر قمرون بسرك ويلقاو عليك القبض وترجع بين الحطب في الساحة السوداء اللي فكيتك منها يا ولدي. يا حكيمة عملتي خيرك كملي عليه. كل شيء بالمقابل في هذه الدنيا يا ولدي. اوعى فهم راسك رانا عندي بنت وحدها وإلا انت كسرتي قلبها معناها كسرتي حياتي. اسمعي يا عاقلة يا جاهلة. شنو؟ تقية ولا غادي نخنقك. باش نهني بالك وخاطرك وترتاح يا ولدي وتعرف بلي ما غاديش تقب تخنقني. ايوا حل عينيك وبقى تحمزز فيا هالطاقية فوق راسك. ايوا خنق الهواء يا ولدي. فينك يا مجرمة يا جاهلة؟ فينك؟ ويلكم ويلكم اسحاب له حوية قصير. ونقبضك يا جاهلة. يا ولدي ويلكم. ومعامل تحصي يا ولدي. انا اول ما جيت الكتاب ما كنتش معتمد على هالطاقية كان اعتمادي كله على الله. خلي لك الطاقية يا جاهلة خليها لكم يا غدارين. لا لا ما تمشيش يا دويزان. بعدين الطريق يا جاهلة. لا ماي خليه يخرج يتسحب له دخول الحمام بحال خروجه. ده ما تصيح عليه الأرصاد وأنا غادي نخبر قمراني إذا كان غادي موت وحسن. ايوا اسمع هلا قلت الأرصاد تصيح يمه. سكتي كيف تحني على انسان ما حن ولا شق عليك وحق الكتاب ما بديها لك. الا كان فلت من عدد ديال المعازق هاد المعزق عمره ما يفلت منه. الحلقة 20 شارك فيها أمينة رشيد فاطمة بن مزيان حبيبة المذكوري نعيمة المشرقي حمادي التونسي عبد الرزاق حكم محمد خدي محمد الواردي الراوي أحمد سهوم ضبط الصوت عبد الرؤوف بالحسن. غدا الحلقة 21. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. سلام يدايا زنيا همام ألف تحية وسلام يدايا زنيا